Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire langue et communication. Interpeller, apostropher dans différentes situations de communication. Lire, produire et jouer le nœud de la pièce théâtrale. Lecture, identifier le nœud de la pièce. J'observe et je comprends. J'observe la présentation matérielle du support, je dégage les didascalies et je complète ce tableau. يعني ألاحظ البرزنتاسيون ماتيريال وهو التقديم المادي ديال الدعامة اللي عندنا في لاباج 124 وكذلك استخرج لي ديداسكالي لي ديداسكالي هما هذوك العبارات اللي تيكونوا اونتر بارونتيز تيكتبوا اون ايتاليك وكذلك بالغرا اي جو كومبليت سو تابلو ونكمل هذا الجدول هذا عندنا ديداسكالي اكسترن وهما هذوك العبارات ولا الاشارات اللي تيكونوا ما تيتقراوش من طرف هادوك لي بيرسوناج ولكن تيكون عاطيهم الكاتب تيكون دائما اونتر بارونتيز كيف ما قلت لكم تيكونوا بالكرا و اون ايتاليك اون ديداسكالي اكسترن يعني هنا عندنا واحد الشرح ديال ديداسكالي اكسترن لو ديداسكالي اكسترن اي اون انديكاسيون سينيك دائما هما دي انديكاسيون سينيك دوني بار لوتور تيتعطاو لينا من طرف هما اشارات تعبيريه تيتعطاو لنا من طرف يعني الكاتب اي كي نو في با بارتير دو ديالوغ كوم تيكونوش داخلين فاش في الديالوغ سوفون اون ايتاليك او اون غرا ما تيكونو بالايتاليك ولا تيكونو بكتابه عريضه بالنسبه لي ديداسكالي انترن عندنا جوج ديال الانواع ديال لي ديداسكالي الداخليه والخارجيه اون ديداسكالي انترن est une indication signique. Quelle est l'indication signique prononcée il est directement ou pas par un personnage. Il est directement ou pas par un personnage. Exemple, donnez-moi cette chaise. Atteignez cette coursie. إذن مطلوب منا نلقوا هذا الجدول هذا قبل ما نلقوا هذا الجدول هذا غادي نعطيكم جدول آخر اللي فيه الملخص ديال الباج 124 إذن على بركة الله غادي ناخذ هذا الجدول اللي هو يعني واحد الملخص ديال الباج 125 دي بارون دو لومبارا يعني العناصر اللي عندنا كذلك النوع ديال التكست غادي نشوفوا لا فورم تياتر ديسكور اوكيل ا بارتير لو تكست كذلك لي بيرسوناج دو لا سين ليو المكان والزمان او سو باس لاكسيون ولا لي زانديكاسيون سينيك غنشوفوا هذا الجدول من بعد غادي نرجعوا للجدول ديالنا اللي كاين في لاباج 125 عندنا لو جونغ دو تكست وهو نص مسرحي تكست تياترال فورم دو تياتر ديسكور اوكيل بارتير لو تكست عندنا وهو النوع ديالو وهو ديالوغ يعني حوار نص مسرحي حواري هنايا لي بيرسوناج ديال لا سين اللي عندنا عندنا لا مير لو بير اي مارتان الام والاب وكذلك الابن اللي سميتو مارتان عندنا ليو اي تون او سو باس لاكسيون يعني المكان والزمان اللي تيوقعوا فين وقعوا هاد الاحداث فين في الصالون لي طون اللي عندنا هما الامس وكذلك المساء وعندنا فين وقعوا الاحداث كاين في لو صالون لي زانديكاسيون سينيك لي زانديكاسيون اللي عندنا هما لي بارون سون اسي فاس او بوبليك ايل توش لا تابل دو صالون يعني قاس الطابله ديال الصالون اذا غادي نمرو باش نشوفو الجدول ديالنا ديال لاباج 125 J'observe la présentation maternelle du support. Je dégage les didascalies et je complète ce tableau. Fa بالنسبة لهذا الجدول هذا كيف ما لاحظتوا اننا كنا تنتكلموا على نوع واحد يعني تنتكلموا على لي ديداسكالي اون جينيرال ولكن هنا في هذا التابلو هذو حاولنا اننا نجزئوهم عندنا دي ديداسكالي اكسترن و دي ديداسكالي انترن اللي هما خارجيين وكذلك اللي عندنا داخليين عندنا بالنسبة لي ديداسكالي اكسترن غادي نعرفوهم من لا سين و لي بيرسوناج و بالنسبة لي ديداسكالي انترن غادي توجدو فيهم لي ديبلاسمون الفوا طون سونتيمون اي لي جيست على بركة الله بالنسبة لي سين عندنا هنا il quitte la pièce sur son mouvement d'humeur لي بيرسوناج هنا غادي تشوفو ردود الفعل ديال لي بيرسوناج ولكن ما غاديش نلقاو الاسماء ديالهم بالنسبة لي بيرسوناج عندنا لا مين رونفرونجي Surprise agressif d'une voix douceuse brusquement, elle pleurait, elle consulte la montre, se raversant désolée, fâchée. Et donc, c'est bon, les didascalies externes qui mettent les personnages.
اما لي ديداسكالي انترن دائما غتعرفوهم بلي ديبلاسمون فوا طون سونتيمون اي جيست ديبلاسمون عندنا فوت كوشي فوا عندنا اون تيل ريبليك على حسب يعني تما على حسب طون اون نو ريبون با سا مير سور سو طون لا سونتيمون ne te fâche pas tu ne prolonges dans l'embarras geste il n'a pas voulu surtout pas te faire la peine هادو هما لي تيتغ لي نافاش ديداسكالي انترن فلاحظ واحد الحاجه الا وهي اننا دائما هاد الجمل وهاد لي فراز لي تنكتبو هنايا سوا في ديبلاسمون ولا الفوا ولا طون سونتيمون ريست لي جيست ولا لي بيرسوناج ولا السان كلهم هادو تيدخلنا في لي ديداسكالي هادوك العبارات اللي تيكونوا اونتر بارونتيز راه ما تنجبدوهمش يعني من هادوك لي ديالوغ العاديين ولكن سناخذهم من لي ديداسكالي عندنا دي ديداسكالي اللي هما اكسترن شنو تيدخلوا فيهم فعرفوا انهم تيدخل فيهم السين ولي بيرسوناج اما لي ديداسكالي انترن دائما ديبلاسمون الفوا طون سونتيمون وكذلك لي جيست يعني هادوك الحركات الاحاسيس يكون في لي ديداسكالي انترن هادو كلهم هاد لي فراز اللي عندنا منين مخودين من هادوك لي ديداسكالي اللي عندنا في النص ديالاش ديال دي بارون دون لومبارا اذا من غنمشيو نحوسو باش نملؤوا الجدول فديريكتومون تنمشيو للعبارات ديال لي ديداسكالي وهنا تنجزئوهم ما بين اكسترن وما بين انترن اللي هما اكسترن تيكونوا دائما داخله فيهم لا سين لي بيرسوناج واللي هما انترن تيكونوا داخلين في لي ديبلاسمون فوا طون وكذلك سونتيمون و لي جيست نتمنى ان الجدول يكون واضح باش نمرو الاسئله المواليه بتيت بي جيمي دي زيبوتيز سور لومبلاسمون دو لا سين دون لا ستركتور دو لا بيس يعني غادي نعطي فرضيات على حسب هاد لا سين هادي والبنيات ديال هاد لي بيس هادو فبالنسبه يعني الفرضيات المقترحه غادي ننزلهم لكم فبالنسبه الفرضيات المقترحه وهي Peut-être que les parents soient riches, يعني الاباء راهم اغنياء. C'est pour cela que leur fils est gâté. داكشي علاش طلب منهم هذاك الطلب انهم ياخذوا ليه une vraie Ferrari. اذا غادي نشوفوا الفرضيه الثانيه Peut-être que Martin ne soit pas satisfait. C'est pour cela que les parents sont confus. فهذو هما الفرضيتان المقترحتان. Je retiens spécificité de la scène de nœud يعني خصوصيه العقده ديال المشهد العقده بمعنى المشكل اللي عندنا في هذيك لا سين في هذيك المسرحيه elle rompt avec l'équilibre de la scène d'exposition انه يكسر توازن المشهد المعرض عندنا واحد المشهد يعني تيتكسر علاش عندنا واحد المشكل elle est reliée à la scène d'exposition يعني انه متصلون بمشهد المعرض المشهد اللي عندنا معرض متصل به présence des personnages يعني تواجد ديال الشخصيات de la scène d'exposition كذلك ديال المشهد المعرض même lieu نفس المكان même décor نفس ديكورات même temps نفس الزمان il y a une mise en scène du nouveau personnage Martin يعني كاين هناك عرض مسرحي لشخصيه جديده من هي وهي مارتان عرض مسرحي لشخصيه جديده وهي مارتان Elle contient un événement imprévu. يحتوي على حدث غير متوقع. ما هو هذا الحدث وهو وصول مارتان. L'arrivée de Martin. Le ton irrespectueux de Martin. يعني نبرة مارتان غير محترمة. هناك واحد النبرة ديال اللي باش يتكلم بها مارتان غير محترمة. Il y a une demande inattendue. كاين واحد الطلب اللي هو غير متوقع. Désir d'une réelle Ferrari. طلب يعني سيارة حقيقية سيارة فيراري حقيقية من طرف مارتان سي لا لو نود هنا فين كاينه العقدة هذا هو المشكل واحد الطلب ديال واحد السيارة حقيقية سميتها الفيراري من طرف مارتان جون اكزارس تيتا جو لي لو تيكست يعني مطلوب منكم انكم تقراو النص اللي في الصفحة 124 اللي تيتكلم على واحد الاب واحد الزوجه اللي عندهم واحد الولد اللي سميتو مارتان اللي هو يعني تقريبا كله مشاكل رغم انهم لبي ليه جميع المتطلبات ما حرمين من حتى شي كلشي عنده ولكن السن ديالو ما تيسرع واحد ما تيتجاوزش 10 سنوات
وطلب منهم انه بغى واحد السياره ديال فيراري حقيقيه ماشي لعبه شراو ليه لعبه فهو تيطلب سياره فيراري حقيقيه اذا غادي نشوفو بي بي جو لو سيتي دون لوفر يعني عندنا او ميليو دو لا بيس سين 2 او ميليو دو لا بيس سين 2 سي جو كومبليت لو طابلو سويفون مطلوب مني انا نكمل هذا الجدول هذا عندنا لي ريبليك دي تاسكالي بورتري مورال يعني هنايا البورتري مورال وهو الوصف الفيزيائي عندنا ديداسكالي هما هادوك العبارات اللي تيكون دائما اونتر بارونتيز واللي تيقولهم الكاتب ماشي هادوك الناس اللي تيكون بيناتهم البارول عندنا لي ريبليك لي ريبليك وهما هادوك الحوار اللي تيكون ما بين الشخصيات في النص اللي هما عندنا بابا مامون اي مارتان اذا شنو مطلوبنا لي ريبليك لي ريبليك جميع كل ما تينطق به الاب في النص في هاد لا سين 2 تنكتبوه هنايا جميع لي ريبليك نطق بهم اللي قالهم الاب تنزلوهم بالنسبه لماما كذلك لي ريبليك اللي قالتهما الام وبالنسبه لي ريبليك اللي تكلم فيهم مارتا هنا لي ديداسكالي جميع العبارات اللي كانوا تيدخلوا في لي ريبليك سميتو اللي هما في لي ريبليك ولكن كاينين اونتر بارونتيز ما تينطقوهمش لي بيرسوناج غادي ينزلوهم كل حاجه كانت ديال لو بابا وكانت اونتر بارونتيز غندخلوها فاش في لي ديداسكالي كذلك عند الام وكذلك عند مارتان لي بورتري مورال يعني هنايا تنعطي واحد الوصف الفيزيائي والحزن ولا الضحك ولا الفرح ولا السعاده هنا كاين بورتري مورال كاين بورتري فيزيك فهنا تنكونوا تنعطيو واحد الوصف إذن غادي نمرو باش نشوفو الجواب مكتوب Je m'exerce. Pita, je lis le texte. نقرا النص. B, je le situe dans l'œuvre. Au milieu de la pièce. Entre parenthèses, scène 2. Je complète le tableau. يعني غنكمل هاد الجدول هذا مطلوب منا لي ريبليك. لي ريبليك هما هادوك لي بارول اللي تيقولهم هادوك لي بيرسوناج اللي عندنا تما. Sauf تنكتبوهم كاملين ولا تنقراوهم كاملين. Sauf هادوك لي entre parenthèses هما اللي تيتسماونا لي ديداسكالي وتندخلوهم في هاد لاكاز عندنا كذلك لي بورتري مورال بحال اش بحال كالم بحال تريست بحال اورو مالورو هادو كلهم تيدخلو في لي بورتري مورال اذا غادي نشوفو لو بابا عندو 4 ريبليك عندو 4 ديال لي بارول اللي هضر فيهم اللي تكلم فيهم يعني تنقولو داكشي اللي كان تيتكلم فيه لو بير لي ديداسكالي دون فوا دوسروز fâché كذلك عندنا 1 2 et 3 عندنا 3 ديال لي ديداسكالي عندنا d'une fois de sereuse عندنا fâché il se lève brusquement et fait le son pas dans le salon فهاد هما لي ديداسكالي لي عند لو بير portrait moral لي عندنا calme et fâché calme et fâché غادي نمرو لا مامون بالنسبه لا مير عندها 5 ريبليك لي تكلمات فيهم بالنسبه لهذوك لي بارول اونتر بارونتيز دائما تندخلوهم في لي ديداسكالي نزلوهم هنا عندنا سوربريز اي بلوري سو ريفيزون ال كونسولت لو مونتر ال كونسولت لو مونتر مازال ما كملناش لا مامون غنسيبو سويفي ديالها في لاباج الاخرى بالنسبه للبورتري مورال ديالها وهو سوربريز يعني تفاجات كاين واحد تفاجئ هنايا اذا غادي نعاود بالنسبه لا مير او بيان لا مامون عندها 5 ريبليك 5 ريبليك يعني عندها ثلاثه ديال لي بارول اللي داز فيهم الحوار اما تنقراهم ولا تنكتبهم هنايا يعني نكتبو 5 ريبليك غنكتبو 5 غنديرو تيري نكتبو 5 تيري هنايا وهذوك لي بارول بحكم انهم طوالين ولا جينا نكتبوهم يعني بحال تنكتبو النص كامل ولا لا سين كامله اذا كتبنا هنايا 5 ريبليك بالنسبه لي ديداسكالي عندنا سوربريز اي بلوري سو رافيسون Elle consulte la montre. Ou bien c'est pas le portrait moral maintenant. Surprise. Rani Dinchoufou, la suite, je suis maintenant. Ben, la maman qui m'a donné 5 répliques. Ben c'est pas cadalique, elle dit d'escalier maintenant. Désolée. Elle se plonge dans la lecture d'un gros livre de psychologie. De psychologie. Yani, qarat wahad kitab kibir dial psychologie. Elle m'a dit. Ou cadalique, maintenant, ben c'est pas le portrait moral. Désolé. Maintenant, sur désolé. Et dans un chauffe, Martin. Je n'ai pas les répliques de l'eau. Il y a 7 répliques. 7 répliques. Il y a 7 répliques.
سميتو سبعه ديال لي بارول اللي تكلم فيهم في هاد لاسان هذا خدا الحوار سبعه د المرات بالنسبه لي ديداسكالي هادوك الجمل انتر بارونتيز فربما تلاحظوا ان تكرار ربما كاينين اشخاص اللي عاد جاوا التحقوا بالقناه فتنحاولوا انها يفهموا معنى هذا الدرس هذا اغريسيف يعني هنايا شويه عنيف بروسكومون Elle quitte la pièce sur ce mouvement demeure. Agressif, brusquement, il quitte la pièce sur ce mouvement d'humeur. Le portrait moral. Énervé, yani mtasab, furieux. Furieux, radeb, yani mtasab, ou radeb. Hadouma les portraits moraux d'Yel Mendiel Martin. Idan Canada Walsh Dwoltiana Fimayros. La page 125. J'analyse le comportement et les réactions des parents en complétant le tableau suivant. يعني نقوم بتحليل سلوكيات وكذلك ردود فعل الآباء ونملأ الجدول التالي. Les personnages en présence. Le problème. Comportement de Martin. Indice réplique des didascalies qui le montre. Réaction des parents. Les personnages en présence, يعني شخصيات متواجدة, le problème, هو العقدة ou la nœud. Comportement de Martin, سلوكيات ديال Martin. Indice مؤشرات, les répliques didascalie, اللي هما تيكونوا entre parenthèses, qui le montre, يعني التي تبينها. Réaction des parents, وهما ردود الفعل ديال الآباء ديال Martin. إذا مطلوب منا أننا نملؤوا هذا الجدول هذا. نمر للإجابة على السؤال المطروح. J'analyse le comportement et les réactions des parents en complétant le tableau suivant. إذن باش نملؤوا هذا الجدول هذا. Les personnages en présence هما شخصيات المتواجدة الأب, le père, la mère et Martin, الأم ومارتان. Le problème, المشكل أو نود اللي عندنا في هذا لا سين. Martin qui a à peine 10 ans veut une voiture, une vraie Ferrari. يعني بغى واحد السيارة اللي هي ديال فيراري وتكون حقيقية ولكن المشكل اللي كاين هو أن العمر ديالو لا يتجاوز العشر سنوات. Comportement de Martin وهما سلوكيات ديال مارتان. Elle était très énervée et furieux وهو يعني متعصب وكذلك غاضب. Furieux وهو غاضب. Indice المؤشرات اللي عندنا كذلك عندنا les didascalies وهما اللي تيكون دوك العبارات entre parenthèses. Réplique وهما فاش ياخذوا هذوك الشخصيات لو بارول باش يكون تيتكلمو كي لو مونتر هنا غادي نعطيو المؤشرات اللي تتوضح ان مارتان راه متعصب وانه غاضب فغادي نمشيو تنمشيو لي ريبليك وتنمشيو لي ديتاسكالي باش نعطيو هذوك العبارات اللي تتوضح لنا وتتبين الغضب وكذلك الانفعاليه ديال مارتان فعندنا اول شيء لا مين رونفرونجي كذلك عندنا اغريسيف Télisène, et je l'aurais trouvé où? Au fond d'une pochette surprise. Quatrièmement, il quitte la pièce sur ce mouvement d'humeur. يعني بمزاجين غاضب. فهذو هما لي زانديس اللي تيوضحو تيبينو الغضب والانفعالية ديال مارتان. إذن عندنا أربعة ديال لي زانديس. Où le comportement ديال مارتان était très énervé et furieux. Furieux, كيف ما شرحت ويا. غاضب رياكسيون دي بارون يعني ردود الفعل ديال الاباء ديال مارتان بالنسبه للام والاب رد الفعل ديال الام كيفاش كان لا مير اي بلوري اي سوربريز بار لو ديزير دو مارتان يعني الام تقلقات وحزينه وكذلك متعجبه من طرف طلب اللي طلبو مارتان لو بير عندنا البير اي فاشي اي اون كولير كونتر سون فيس يعني الردود ديال الفعل ديال الوالدين كانوا على هذا الشكل فبالنسبه رد الفعل ديال الاب من طرف لابن ديالو كان جد غاضب فاشي اون كولير فهما نفس المعنى بالنسبه لفاشي كذلك وهي اون كولير وهي تتعني لنا الغضب انه غاضب جدا من تصرف ديال ابن ديالو يعني هنا فاشي ولا اون كولير ولا فوريو فهما دي سينونيم هما مرادفات لبعضيتهم وعندهم نفس المعنى اذا غادي نمروا للسؤال الموالي
2, je lis la scène suivante et je dégage les événements imprévus qui perturbent l'équilibre de la scène d'exposition ainsi que la réaction des élèves. بمعنى نشرحو السؤال وهو جولي لا سين انا نلقاو هاد لا سين اللي عندنا اسفله اي جو ديغاج لي زيفينمون نستخرج الاحداث امبريفو الغير متوقعه كي بيرتورب ليكيليبر دو لا سين ديكسبوزيسيون التي تزدهر توازن المشهد يعني المسرحي اللي عندنا انسي كو لا رياكسيون دي زيليف يعني بالموازاه مع ردود الفعل ديال لي زيليف فهذا النص ديال مدام تشوكوتوفا اللي ديجا شفناه وقريناه اذا غادي نحاول انني نعطيكم الاجابه على هذا السؤال هذا نعاود السؤال جولي لا سين سويفون خصكم تقراو هاد لا سين هادي استخرجوا منها لي ديفينمون امبريفو العناصر الغير متوقعه كي بيرتورب ليكيليبر دو لا سين ديكسبوزيسيون التي تزعزع توازن هذا المشهد المسرحي بالنسبه للاجابه على سؤال مطروح جو لي لا سين سويفون اي جو ديغاج لي زيفينمون امبريفو كي بيرتورب ليكيليبر دو لا سين ديكسبوزيسيون انسي كو لا رياكسيون دي زيليف بالنسبه لي زيفينمون امبريفو هما العناصر الغير متوقعه مدام تشوكوتوفا رامبلاس لو بروف ابسون يعني مدام تشوكوتوفا عوضات الاستاذ الغائب لاكسيون الحدث هما لي زيليف نون با اكسبتي سو رامبلاسمون يعني التلاميذ غير يعني ما قابلينش ورافضين هذيك لو رامبلاسمون هذاك التغيير اللي عملته مدام تشوكوتوفا اي ايل زون اكسبريمي لور ديزاكور وكذلك اعطاو يعني عبروا على عدم القبول ديالهم Troisième question, aimes-tu lire le théâtre? Justifie ta réponse. Aimes-tu lire le théâtre? Oui ou bien non. Justifie ta réponse. Réaction de la question numéro 3. Aimes-tu lire le théâtre? Justifie ta réponse. Oui, j'aime bien lire le théâtre parce que ça me permet de m'échapper de la réalité. La vie n'est pas toujours mouvementée. La routine s'installe des fois et ça permet vraiment de voir de nouveaux horizons. C'est pour ça que j'adore déçu tous les livres fantastiques. Je me sens ailleurs. Je me plonge dans la peau des personnages. M'imagine à leur place. C'est super intense. Bien tout simplement, oui, parce qu'il nous aide pour réfléchir bien le français. Langue communication. Interpeller, apostrophé dans différentes situations de communication. Interpeller, apostrophé, c'est appeler quelqu'un. Dans différentes situations de communication. غادي نعتمدوا هاد السيبور باش نشرحوا هاد الليستراسيون اللي عندنا فهنايا عندنا هذيك لا سان دو اللي ديجا شفنا ديال الاب والام وكذلك لو بوسي مارتان اللي كان طلب ليهم واحد السياره فيراري وتكون حقيقيه وهو العمر ديالو ما تيتجاوز العشر سنوات هذه هي لا سان ديالو اذا باش ما نضيعوش الوقت غادي نفوتوا ديريكتومون باش نجاوبوا على جوبسيرف اي جو Et je comprends. J'observe et je comprends. Je lis le corpus et je situe l'extrait en rappelant les personnages. Comme les personnages, 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 page 124. Maintenant, le père, la mère et Martin. Et le petit Martin. Radin Choufou, le problème. Le Rokda ou là, le nœud. بالنسبه للبروبليم هو ان مارتان ديزير اون فري فيراري الابن ديالهم طلب واحد الفيراري اللي هي حقيقيه تيز بي جو ديغاج تو لي مويان امبلويي بار لي بارون بور انتربولي لور فيس فهنا مطلوبنا استخراج جميع الوسائل يعني اللي تيتواصلوا بها الوالدين مع الابن ديالهم كيفاش يناديو بواحد المصطلحات تيناديو هذاك الابن ديالهم فهنايا عندنا لي ريبليك من واحد حتى لخمسة مطلوب منا أننا نستخرجو لي مويان الأدوات وهنا ناتيور دي مويان وكذلك الطبيعة ديال هاد الأدوات فبالنسبة لغيبليك أن عندنا مون بوتي مارتينو
mon petit Martino, la nature ديالو هو le prénom. غادي نمرو للريبليك نيمرو 2 مون مارتينو تنسميو هنايا لا ناتور ديالو ان سورنوم. ان سورنوم هو يعني اللقب ديالو ولا الاسم ديال شهره ولا الاسم الدلع. غادي نمشيو ل 3 مارتان فهو ان برينوم هو البرينوم ديالو. 4 كذلك مارتان ان برينوم. بالنسبه ل 5 عندنا مومينو ان سورنوم كذلك غادي نسميو اسم دلع ولا اسم شهره. فهاد هما الاسماء اللي تينادوا بها الوالدين على الابن نتاعو. مكتوبه غادي نشوفو جو اوبسيرف اي جو كومبرون جو لي لو كوربيس اي جو سيتو ليكستري اون رابلون لي بيرسوناج اللي عندنا هما لا مير لو بير اي مارتان. لو بروبليم هو لو نود العقده اللي عندنا مارتان ديزير اون فري فيراري. غادي نمرو الاجابه على بتيت بي. Je dégage tous les moyens employés par les parents pour interpeller leur fils. بالنسبة للجدول ديالنا غادي نلقوه على هذا الشكل هذا. بالنسبة للريبليك نيمورو 1 الموان عندنا مون بوتي مارتينو. ناتور دي موان عندنا لو برينون. بالنسبة مون بوتي مارتينو تنصنفوها في لو برينون. 2 مون مارتينو هادو كلهم يعني مسميات يسميهم الابوين اما الام ولا الاب تينادو بها على الابن ديالهم. اما تيلغيو ليه ب مون بوتي مارتينو او بيان مون مارتينو او بيان مارتان او بيان مون مينو. هادو مسميات اللي تيسميوها الابوين الابن ديالهم مارتينو. اذا هادو هو اللي كنطلب منا نستخرجوهم وهنا نعطيو لا ناتيغ ديالهم. فبالنسبه للريبليك نيمورو 1 مون بوتي مارتينو ناتور ديالو هو لو برينوم. 2 مون مارتينو ان سورنوم وهو لقب ديال الدلع ولا لقب ديال الشهره. ثالثا عندنا 3 مارتان هو لو برينوم ديالو. 4 مارتان ان برينوم. 5 مون مينو ان سورنوم كذلك اللقب ديالو ولا اسم الدلع ديالو باش يدلعوه الوالدين ديالو. تيتسي Je reprends les répliques ci-dessus en utilisant les moyens d'interpellation de la liste suivante. يعني عطينا واحد لا ليست فيها لي moyens d'interpellation. مطلوب منا اننا نرجعوا للديبي ديال السين وكذلك غادي نشوفوا هذوك لي ريبليك اللي عندنا ديال البير وديال لا مير وديال لو بيتي مارسان. ومطلوب منا اننا نعوضوا هذوك لي ريبليك اللي عندنا تما بهاد لي moyens هادو. نديروا واحد بيتي شونجمون. اذا على بركه الله غادي نمشيو الجواب مكتوب. فالجواب على هذا الشكل. لا مير مير اي بيتي مارتان مي كيس كي تاريف تو نا با تروفي لو سومي. مير سي تو بلي مون مارتان نو تو فاش با طون بير اي فاتيغي الا ديريير لوي اون غروس جورني دو ترافاي. بير تي مارتان تا مير اي موا ايمرون باسي اون سواري ترانكيل. Alors, dis-nous ce que tu as à dire et va te coucher. Père, excuse-moi, Martin, tu ne voudrais pas un FA18 pendant que tu y ailles? Non, sérieusement, Martin, nous n'avons pas les moyens de te payer cela. Mère, j'ai quelque chose à te dire. Les lois ne suivent pas mon fils. Dès j'essayais de préciser les modifications des sens qu'entraîne l'emploi d'un autre moyen en fonction du rapport entre le locuteur et l'interlocuteur. Femme tlobnena annana nhaddou les modifications yani tghyirat dial ma'na li ghadi traw ala appel direct ndna et tiens politesse s'il te plaît excuse-moi. Communication directe, يعني محادثة مباشرة عندنا اي تيان. فهنا كاينين واحد موديفيكاسيون اللي عملناهم في هذاك النص اللي عندنا لاباج 128. فبالنسبة لهاد العبارات ديال اي تيان فكاين عندنا يعني هذاك الخطاب اللي كان ديريكت. سيل تو بلي و اكسكيوز موا هنايا كاين دخل البوليتيس يعني من تيكون واحد الشخص كبر منا سنا فدائما تنستعملو vous ou là donc les ibarat dire politesse par exemple s'il te plaît ou là excuse-moi. Communication directe muhadatha yani mubashira عندنا اي او تيان كاينين عده ولكن هادو اللي عندنا اللي درنا فيهم الموديفيكاسيون. Je retiens
interpeller apostrophe c'est appeler quelqu'un بمعنى عندنا interpeller وهي المرادف ديال apostrophe نفس المعنى والمعنى ديالهم هو appeler quelqu'un يعني نتواصل مع واحد الشخص ولا نتصل بواحد الشخص lui adresser vivement ou soudainement la parole يعني نوجه ليه مباشرة ولا يعني فجأة واحد الباغول واحد الحوار بوغ اتيغي سون اتونسيون تنوجه له واحد العبارات مهم باش يلتفت عندي ولا باش نتواصل معاه لوي دوموندي كونساي او لوي كومونيكي اون انفورماسيون اما تطلب منه نصيحه ولا او بيان تتواصل معاه في شي معلومه اون امبلوا ا سيت افي ديفيرس اكسبرسيون تنستعملوا في هذه الحاله مجموعه من العبارات او تيليفون فحال تما كنا غادي نتواصل معاه عبر الهاتف تيكون العبارات على هذا الشكل عندنا الو سي بيان لو جو سوي بيان شي مسيو ا كي جو لونور دو فاصون ديريكت يعني بطريقه مباشره يعني تيكون هذاك الشخص قريب لينا ولا غادي حدانا وبيان مهم هذاك الشخص متواجد في عين المكان اللي حنا فيه تنستعملوا هاد السياق هادو اما تناديوه بالاسم ديالو لو برينوم دو لا بيرسون او بيان Monsieur, Madame, Mademoiselle, jeune homme, il me dit que c'est Sayidi ou Sayidati ou Anisati ou Hakada Dawalaik. Ou Kadalika and Nahad Libarat Diel He, Oyo, Ola, ou Hakada, Had Libarat Kul Hum Limonki and Nathan Sam Luhum, Fi, Tawasul Mohashar Silisi Kul, Hadar, Fail Makan, Utambro Laulu, Lazambro, Nskilamoma, Fasan Sam Lu, Had Libarat, Hadou. إذن غادي نمرو directement je m'exerce je m'exerce grand A à partir des situations suivantes je fais parler les personnes pour apostropher ou interpeller je m'exerce à partir des situations suivantes je fais parler les personnages pour apostropher ou interpeller فعندنا أول عبارة ولا أول جملة Un détective interpelle ses collègues après avoir trouvé l'arme du crime. يعني واحد المحقق اللي عيط على زملاء ديالو باش يوريهم أداة الجريمة. Et écoutez, j'ai trouvé l'arme du crime. Ou bien, ممكن أن نقولو. Et voilà, j'ai trouvé l'arme du crime. Ou bien, eh oh, j'ai trouvé l'arme du crime. يعني كلهم عبارات تيعيط على زملاء ديالو باش يدورو عندو. هكا باش يقول لهم بلي راه لقى اداه الجريمه ان ليف فولون فير اون بروبوزيسيون لور دو لا نيغوسياسيون دو بروجي دو لا كلاس غتكون العباره على هذا الشكل في مي كوتي جو فو بري جي اون بروبوزيسيون ا فو فير يعني الا كان ممكن انصات ليا عندي واحد الاقتراح لكم جو ريبيت Une élève voulant faire une proposition hors de la négociation du projet de la classe. Veuillez m'écouter, je vous prie. J'ai une proposition à vous faire. Un apprenant interpelle son enseignant pour lui poser une question. يعني واحد المتعلم طلب من المعلم ديالو انه يطرح عليه واحد التساؤل. فلنفترض ان هنا عندنا الاستاذ هو الاستاذ او الاستاذه عندنا هنايا مادموزيل. هي الأستاذة تنقولو مادموزيل جو بو فو بوزي اون كيستيون سي تي فو واش ممكن أنني نطرح عليك سؤال إلا كان ممكن ممكن نقولو مسيو جو بو فو بوزي فو ضروري أنكم تعملوها لحقاش عندنا هنا البوليتيس شخص كبر منا أستاذ أيا كان كبر منا سنا فتنستعملو البوليتيس مثلا نقولو سي تنقولو فو مادموزيل أو بيان مسيو أو بيان مدام Mes profs ou bien maîtresse, je peux vous poser une question si tu veux. Non, c'est pas. Elle ne comprend pas comment tu sais pas. Le had la ibarat, il a qu'un. شخص كبر منكم فتنستعملوا البوليتيس تنستعملوا دائما فو من تنكون تنتكلموا مع شخص اللي قد نفسين فتنديروا تو اذا هنا ممكن انكم تشانجوا هذه العباره هذه هذا المو هذا ب بروف ولا ب ماتريس او بيان مدام او بيان مسيو فهادشي كله ترجع لكم ان انسينيونت ابوستروف افيك فيورور سيرتان اليف بيرتوربيباتور يعني هنا عندنا المعلم اللي هو منزعج وغاضب مناش من هذوك التلاميذ اللي هما مزعجين اللي عنده في القسم اوهو vous écoutez j'ai quelque chose à dire dans cette leçon
غادي نتقلوا للسي. Une femme qui interpelle son mari pour lui dire un fait. يعني واحد سيده اللي عيطات للزوج ديالها باش تقول له واحد الحدث. Mon mari, je voulais vous dire une bonne nouvelle pour toi. B, je trouve les expressions appropriées pour interpeller quelqu'un à partir de situations suivantes. La première situation. A, j'appelle quelqu'un au téléphone. Allô, ami, tu es bien, ça va? B, je me renseigne auprès d'un passant. Les paroles qu'on a à cette façon. S'il vous plaît, tu peux m'aider? C, je aide quelqu'un. يعني نعيط على شي شخص اللي هو بعيد عليا. Excusez-moi, est-ce que je peux vous questionner? واش ممكن انني نطرح عليك واحد التساؤل. D, je m'adresse à mon professeur pour demander des explications. يعني غادي نتوجه للاستاذ باش نطرح عليه بعض الاسئله. Monsieur, tu peux me donner des explications de ce texte? Ou bien, monsieur, vous pouvez expliquer les mots difficiles dans ce texte. Je m'adresse à un buraliste, personne qui tient un bureau de tabac. Écoutez, s'il vous plaît. J'ai quelque chose à dire. Le tabac est dangereux à la santé de l'homme. يعني أن التدخين مضر بالصحة ديال الإنسان. Et enfin, mes chers.